الإنسان كائن متحرك، بينما هذه الطاولة كائن ساكن. ما دام كائن متحرك، ما الذي يحركه؟ الحاجة إلى الطعام والشرب حفاظا على بقاء الفرد. يحركه أيضا الحاجة إلى الطرف الآخر، إلى الزواج، دون أن يشعر، حفاظا على بقاء النوع. وما الذي يحركه؟ أن يشار إليه بالبنان، التفوق، حفاظا على بقاء الذكر. فأنت كائن متحرك، لولا الحاجة للطعام ما رأيت على ظهر الأرض شيئا، لا في جامعات ولا طرق ولا وزارات ولا معامل ولا مؤسسات ولا إنجاز علمي ولا إنجاز حضاري، ما في شيء. الحاجة للطعام والشراب، أنت مفتقر إلى الطعام والشراب من أجل وجودك. ما دمت في الحياة الدنيا أنا كائن معي منهج، منهج الذي صنعني، الذي خلقني، الذي رباني. هذا المنهج هو الوجه الصحيح الوحيد، لأنه ما من جهة ينبغي أن تتبع تعليماتها إلا الجهة الصانعة، لأنها الجهة الخبيرة، ولا ينبئك مثل خبير. فالله عز وجل جعل الإنسان كائنا متحركا، تحركه شهوته إلى الطعام والشراب، وشهوته إلى الطرف الآخر للزواج، وشهوته إلى التفوق. من خلال هذه الحاجات التي تلبى كل يوم يمتحن الإنسان، يمتحن هل يأكل المال الحلال أم الحرام، هل يتحرك بدافع شهواته وفق المنطقة التي سمح الله بها أم المنطقة الحمراء. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. فالإنسان لو اشتهى المرأة في زواج، لو اشتهى المال في عمل، أية شهوة أودعها الله فينا لها قناة نظيفة رائعة تلبى من خلالها. المعصية تلبية شهوة بغير القناة النظيفة. والدليل الكبير: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. أنا أريد أن أقنع إخوتي المستمعين، لا تتصور الإسلام قيود، الإسلام حدود. الإسلام ليس أوامر الدين ليست حدا لحريتك، لكنها ضمان لسلامتك. كلام مهم وجميل. يعني أنت تمشي في فلات وفي خطوط كهرباء 8000 فولت، بيقول لك ابتعد 8 أمتار عن التيار الكهربائي. هذه اللوحة ضمانا لسلامتك، ليست حدا لحريتك. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. شراح القرآن الكريم قالوا: جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. والمؤمن في الدنيا في جنة، هي جنة القرب. المؤمن يشعر بسعادة وبحالة أمن لا تقدر بثمن، بل إن حالة الأمن له وحده وليست لغيره. فلذلك أولى ثمار الاستقامة والعمل الصالح حياة طيبة بكل معاني الكلمة. وهذا الوعد الإلهي: زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعده للمؤمنين. المؤمن له معاملة خاصة، معاملة خاصة استثنائية، هي الجزاء الأول قبل الآخرة لاستقامته. استقيموا ولن تحصوا. هذا الحال لا يقدر بثمن، هذا الحال أعظم عطاء إلهي. هذه السكينة تنزلت على يونس وهو في بطن الحوت. هل من مصيبة أكبر من أن يجد الإنسان نفسه فجأة في بطن حوت؟ هذا الحوت الأزرق وزنه 150 طن، في بطن حوت لقمة واحدة. فنادى في الظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك
إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه. نعم، وكذلك ننجي المؤمنين. فأخي الكريم، لما الإنسان بيكون له علاقة مع الله يستقر في قلبه سعادة والله لا توصف. أنت مع من؟ مع الله، مع الخالق، إذن مع الغني، مع القوي، مع الجميل، كل شيء بيده. لذلك أقول كلمة والله لا أشبع منها: ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. ما ترك عبد شيئا لله، يعني لو اصطدم شيء من عاداتنا وتقاليدنا مع أحكام الشرع وركلتها بقدمك، العادات والتقاليد ولزمت الشرع، لك معاملة خاصة من الله استثنائية.